اليوم أصدرت الستاب عن أكثر من 3 سنوات من المحاكمة في الملف ديال باب دارنا اللي عرف جلسة ماراطونية استمرت أكثر من 39 جلسة. كانت هناك أحكام جد مشددة للمتهمين المتابعين في هذا الملف. المتهم الرئيسي حكم عليه ب 15 سنة سجن النافذان، كما كان عن مجموعة من الأحكام اللي تجاوزت 50 سنة في حق المتهمين الرئيسيين. طبعا الضحايا ما يكونوش راضين 100% لأنهم ما تمكنوش من استرجاع كل الأموال اللي صرفوها في هذا الملف، الأموال اللي وضعوها في هذه الشقق وفي هذه الفيلات وكذلك في هذه الأحلام ديالهم. كان عدد كبير اللي في أطوار هذا الملف مات، عدد كبير اللي تعرض للمرض، عدد يعني كعدد كبير تعرضوا لعدد من المعاناة النفسية في هذا الملف. كنظن بأن كذلك كاين واحد الرسالة بأن النفوذ والسلطة والمال ما كيوقيوش هاد الناس المجرمين من أنهم يكونوا تحت طائلات المتابعة القضائية وأنهم يخلصوا على الأخطاء اللي داروها. وكذلك رسالة بأن المغرب بلد الحق والقانون، بلد المؤسسات، وأن رسالة كذلك الباقي المنعش العقاري اللي كيتلاعبوا بأموال المواطنين وكيتلاعبوا بالأحلام ديالهم بأنهم ما يبقوا دائما تحت المساءلة القضائية وتحت طائلة القانون. المحكمة سالت خدمتها، كتبقى دابا مسؤولية المؤسسات. احنا ما مشيناش وشرينا من عند ديريكت بلا كوما كانش عاونات المؤسسات بقى يخرج رخص، كوما كانش عاونوا النوطير محلف من طرف الدوله، ما كناش تنصب علينا بهذه الطريقه. هذه شرينا في معارض، دائما كنقولوها في الصحافه، شرينا في معارض دوليه خارج المغرب. مؤسسات دابا اللي عاوناته باش ينصب علينا خصها تتحمل مسؤوليه هذه الضحايا. الضحايا حكموا عليه ب 15 عام، حنا حكموا عليه حتى بالمؤبد، يخرجوه حتى من غدا. حنا الضحايا بغينا فلوسنا ترجعنا. فعلا المحكمه دارت وخرجت لنا المسائل التعويضات، دارت خدمتها. حنا خصنا المؤسسات اللي ساعدت في النصب على ضحايا باب دارنا تحمل المسؤوليه ديالنا، تحمل مسؤوليه هاد الضحايا باش ترجع لها الاموال ديالها. راه كاين الناس اللي ماتت، كاين الناس اللي ضاعت. هاد القضيه حنا عشنا فيها 3 سنين، وكنظن ان الراي العام عارف باب دارنا وعارف شنو سبت من بعض الاغلبيه ديال الناس، كاين اللي فيهم امراض، كاين اللي ماتوا، كاين هادي. ولكن حنا هاد الحكم هذا من اول مره كنقولوا حنا حسب مع الدوله، حنا بغينا فلوسنا، الضحايا بغات فلوسها. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.